من عندي 71 عام هنا وانا في هذه الحرفه هنا. وهذه الحرفه هذه من عند من اكتسبتها؟ من الوالد الله يرحمه. وهذه البلاصه هذه اللي الظروف اللي خدامين فيها كي دايره؟ هذه البلاصه الله يجعل البركه وصافي، ما يدار والو، ما عندنا لا حوانت بنيين لا والو. على القصد راك تشوف فيها انت كتشوف اسيدي والو، شي بناو ليه وشي خلوه والو، وعاطين فلوسنا وضيعونا. كنا من الله، كنا من الله. وقول لي هذه الحرفه الحاج كاينه باقي على اقبال ولا لا؟ اي واش غندير؟ فين غنمشي؟ عايشه بها. وهذه الحرفه كما قلت لي من الوالد ديالك، ما باغيش تورث الاولاد ديالك؟ لا، راه ولدي راه كيخدم فيها، نيت راه خدام دابا بشي خياطه. انا ملي وليت شويه ولات لاباس وليت جيت خبركت هنا. علاش مشى للخياطه الحرفه ما بقاتش؟ لا دابا واش نبركوا حنا بجوج هنا؟ ما كاين ما يدار والو. اسمع حمد قول لك، واسمع لك شي واحد هنا اش خاصك اخو؟ هاي ما تجي لي باش من سبع سنين وانا كنمارس هاد المهنه هادي. وهاد المهنه ما كتحتاج ديكو؟ لا كتحتاج العقل والتباش، لان يكون تبش وعطى العقل ديالها وبالراحه ديالو وتعلم. انت ما كيفاش كتاخذ السلعه ديالك؟ واش كتبقى ولا كتاخذها؟ حنا عندنا حنا السلعه ديالنا ديك الساعه حنا كنتسوقوها من السوق وكنجيبوها عندنا حنا الفيرما عندنا اللي في الموقع في الهراوين، كنهزوها وكنديوها البطوار كندبحوها السلعه ديالنا، ما كنتسوقوش شي حاجه لشي واحد برانا. ضروري حقاش البطوار ديال الدار البيضاء الكبرى ديال الهراوين. وقول لي كاين شي دخلاء على هاد المهنة هادي كيما كتشوفهم كيبيع وتيسلع مشات الليل؟ واش كيبان لك الثمن هكا؟ هي راه متفق معاك كاينة، ولكن بحال القنيت بحال الشكل ديال الباديات بابا احياء عشوائية بحال هذاك الشيء. نقدر نقول لك كاين تما القوالب وداك الشيء، اما من ناحيه ديال المدينه هكا ضروري كدور للجماعه كتقلب المحلات كتقلب كل شيء، يعني كل شيء يكون عندك وعندك شيء مزيان كيعطوك الورقه ديالك بلا ان كل شيء عندك هو هذا. ما كانش عندك شي حاجه مزيانه راه كيسدوا لك المحل، وداك الشيء اللي كاين. حنا غاديين بهي التي احسن غاديين والحمد لله، غاديين بهذيك النيشان ما كاينش لا هوك لا هوك. داك الشيء ديال الدخول وخروج في داك الشيء ديال السلعه ما خدامش لينا نهائيا. وانت ولادك ان شاء الله تبغي تدخلهم هذا الميدان هذا؟ ولادي ان شاء الله ما كرهتش، وداك الشيء على ما كرهتش، ولكن خاص الصبر. الدراري دابا قليل دابا اللي صبر لك دابا في هذا الشيء ديال الدومين. اصعب دومين هو التكزيري، حيت كاين شي واحد يوصل دغيا، يعني خاصك ضروري تصبر تصبر عوام وسنين وتمارة. هي كاينه تمارة في البديه، هي راه شي يقول لك واعره غير البديه، ولكن مع مرور الوقت عاوتاني مع الولف كتولف صعيب كتوصل للمرحله اللي انت باغي. بحال دابا بحال الشكل دابا انا راه بحال هكا دابا بقيت صابر من هنا من هذا الحانوت لهذا الحانوت من هذا الحانوت لهذا الحانوت، وبقيت شاد في راسي الحمد لله. وعلى كل حال انا وصل لهذه المرحله اللي انا فيها دابا بخير. شحال من اخ كيزا ولد ميلاد؟ انتوما زعما كاين في العائله ديالك واش انت ولا؟ عندي انا تعلمت على شي واحد برا، انا تعلمت عاد عائلتي عاد عمام. عندنا شي 24 عام، عندي 24 عام انا. تجيكم تضحكوا كاين شي مشكل، حيت هذا الشيء مزيان حيت لما جيت تعلم شي عاد عائلتك براني ما عمره غادي يعلمك، حيت براني حيت غادي يتصرف لك كيف ما بغى، اما تسخر ليه اما غادي دير ليه شي حاجه. ولكن ماشي مشكل شي واحد ما عندوش العائله ضروري يتعلم، غير غتصبر. ولكن مع انا دابا صبرت الحمد لله وغادي على الطريق ديالي.